عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم يتعلق بأسباب وعلاج تساقط ثمار الزيتون فصل الصيف. كثير من الفلاحة أو مزارعو شجر الزيتون كيتسألوا على الأسباب اللي كتجعل حبة الزيتون كيتساقط أو كيطيح ملي كيوصل فصل الصيف. شي تيقول بأن السبب هو الرياح أو كثرة المياه إلى غير ذلك. إخواننا الفلاحة كنسمعوا بمادة البور وكنسميوها مادة ثانوية، داكشي علاش الكثير منا ما كيهتم بالاستعمال ديالها، كنقولوا راه ثانوية بلاش ما نديروها. بركة نكتفيو بالمواد الأساسية بحال الأسمدة ديال الأزوت الفوسفور والبوتاس، يعني الNPK. هاد المواد مستحيل الفلاح يتخلى عليهم لأنه كيعتبرهم مواد أساسية. فعلا هاد المواد أساسية، ولكن كاين بعض المواد الثانوية ولكن ضروري خصنا نستعملوهم باش نحصلوا على واحد النتيجة مرضية للشجر ديالنا. مثلا على سبيل المثال البور كما سبق قلنا بأنه هو الأكسجين ديال الورقة، لأنه كيأثر على الورقة ديال شجر الزيتون والأوراق بمثابة واحد الرئة ديال الأشجار. وإلا كان عندنا النقص من هذه المادة المهمة كيبان في الرأس ديال الورقة على شكل واحد حلقة، كتكون الورقة محروقة في الرأس ديالها وكتصيب حتى الجنب ديال الورقة، كيبانوا فيها بقع كحلين يعني دي طاش نوار. كنلاحظوا بين المنطقة اللي كحلة والمنطقة اللي خالية من البقع السوداء واحد المنطقة كتكون صفراء. وكذلك من علامات النقص ديال هاد المادة ديال البور كنلاحظوا واحد الاعوجاج ولا انكماش الورقة ديال الزيتون، ومن بعد كيحصل تساقط ديال الأوراق الشجر. وإلا كان عندنا واحد النقص حاد وكيكثر عندنا هاد التساقط ديال الأوراق وكنحصلوا على واحد الأغصان اللي هي بدون أوراق، مما كيؤدي إلى تساقط الحبات ديال الزيتون في فصل الصيف. وخا كتكون عندنا الغلة مزيانة والثمار كثار، ولكن للأسف كيوقع التساقط والفلاح ما كيعرفش السبب، كيقول بأن راه خدم مزيان الحقل ديالو واستعمل لانكري مزيان. والبعض كيرجع السبب كما سبق وقلنا بأن لا الرياح ولا كثرة الماء إلى غير ذلك من الأسباب اللي تقدر تسقط لنا هاد الحبات ديال الزيتون. إذا خصنا نفهموا أن نقص مادة البور راه تقدر تكون سبب باش يتساقط لنا هاد الحبات ديال الزيتون قبل ما توصل لمرحلة النضج. وفي حالات أخرى ممكن حتى توصل مرحلة النضج هاد الحبات، ولكن كيحدث فيها انعوجاج ديال الزيتون، ما كتكونش بيضاوية الشكل، كتكون معوجة عوجة. هذه هي إخواننا الفلاحة المشاكل اللي كتقدر تجينا من نقص ديال هذه المادة ديال البور. ولكن كما كنقولوا كيقول المثل، الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، لأن حتى إلى عطينا الشجرة كمية كثيرة من البور أي إلى بلغنا في الإعطاء ديالها هذه المادة فإن النتائج غتكون سلبية. مثلا شجر الزيتون ما غاديش تنور لنا في هذه الحالة ويكون الإزهار قليل جدا. وإلا كان عندنا نقص في الإزهار فإن المردودية ديالنا غادي تكون هزيلة ونقصة بزاف. إذا إخواننا الفلاحة خصنا نهتموا بكمية الكافية اللي خصنا نعطيه للشجر ديالنا، يعني تسميد المعقل لهذه المادة. وما ننسوش كذلك طريقة التسميد، إما عن طريق الرش على الأوراق مباشرة وكنسميوها التسميد الورقي، أو عن طريق السقي بالتنقيط أي بالقوتا قوت. يعني مني كنبغي ونسقي الشجر ديالنا كندوزو هذه المادة ديال البور في السقي مع السقا. ومسألة مهمة جدا كذلك ما خصناش نتغفلوا عليها، وهي موعد الرش ديال السماد ديال البورون أو البور. يستحسن مثلا نعطيه الدفعة الأولى تكون في شهر مارس، يعني قبل ما تنور شجرة، أي في بداية فصل الربيع، تما كما كنعرفوا كتبدأ الشجرة في الخدمة الجيدة ديالها، ويفضل باش يتعطى عن طريق السقي. والدفعة الثانية كتكون ملي كتقرب تنور الشجرة، المهم راه باقي ما نورات ولكن علان تنور. يفضل باش الطريقة ديال الرش تكون على الأوراق. والدفعة الثالثة كتكون في مرحلة الإزهار،
عن طريق كذلك الرش على الأوراق. والدفعة الرابعة والأخيرة في مرحلة تساقط النوارة، أي مني كتسقط النوارة، هذه المرحلة كنسميوها مرحلة العقد، يعني كيعقد الزيتون، كتخرج الزيتونة قد حبة ديال القمح. ملاحظة هامة إخوانا الفلاحة فيما يخص كمية البور اللي خصنا نعطيه للشجر ديالنا، فهي كتواجد في العبوة اللي كتبع فيها هذه المادة، يعني كل شركة كتحدد واحد الكمية اللي غادي نضيفوها، الكمية ديال الماء اللي غادي نضيفوها باش نستعملوا هذه المادة. كذلك دائما كنصحوا باش نشريو أسمدة أو أدوية من عند شركات مرخصة باش نلقاو في العبوة جميع التعليمات اللازمة. شكرا، السلام عليكم.